علاش دابا بلجيكا غندخلوا معاه؟ هاد الحبيبه ديالي قالت لي ندخل مجال فني. سخرة يادي دابا بدا كيبان في الدوزيام التلفه زايده الله لا عطا الله الصحه الحمد يا بس زيد زيد بعد تاخذ 25% من الارباح زينا ابالوكو باغيين يفسدوا هاد البلاد 25% ما كافيش خصك تزيدني قولوا لي كتشوف هاد السلعه اللي مورانا كامله تفرق على الدراري انا هو اللي غنكون العدو ديالك اهم حاجه عندنا حنا هي الفلوس وعاد هاد المافيا عندهم كلشي الكترونيك تمشي وتعقل وتكبر جيكو ولد الناس عقل يا مارويكو تبداو قلبي تما فويكو كتسمعوا